احتفل المسيحيون في الأرض المقدسة بعيد القديس فرانسيس الأسيزي، ففي كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم جددت شبيبة القديس فرانسيس وعودها للعيش على مثال هذا القديس التقوي، حيث أقيم في ذات الكنيسة قداس احتفالي بهذه المناسبة المباركة بحضور حشد كبير من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. يا رب استعملني لسلامك، فأضع الحب حيث البغض والمغفرة حيث الإساءة. كلمات من صلاة القديس فرانسيس الأسيزي من أجل السلام. يصادف في شهر تشرين الأول عيد القديس فرانسيس الأسيزي، مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية، حيث تقام القداديس الاحتفالية في الكنائس احتفالاً بعيد القديس الأسيزي. ففي مدينة بيت لحم مهد المسيح اكتظت كنيسة القديسة كاترينا الرعوية بمئات المؤمنين الذين أتوا لمشاركة الأباء الفرنسيسكان احتفالاتهم بهذه المناسبة، وبحضور واسع من المطارنة والكهنة من مختلف الكنائس والراهبات وممثلي المؤسسات ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حننية والجمعيات ووجهاء المدينة وكشافة ترسنطة وجماعة المؤمنين، حيث ترأس الأب رامي عسكرية كاهن رعية سانتا كاترينا القداس الاحتفالي بمعاونة الأب أنطونيوس الأب المساعد وحشد كبير من الكهنة من الكنائس. وأشار الأب حبيب خلال وعظته بحياة القديس الأسيزي لأن نسير على خطاه في حياتنا وأعمالنا ونحذو حذوه في الصلاة والأفعال الصالحة. وتم أيضا خلال القداس تجديد النذور لرهبنة مار فرانسيس للعلمانيين بعيش الإنجيل بحسب قانون رهبنة مار فرانسيس للعلمانيين. وبعد إعطاء البركة تلقى الأباء لفرانسيسكان ورهبنة مار فرانسيس التهاني بهذه المناسبة. اليوم احتفلنا بعيد مار فرانسيس الأسيزي اللي ولد بإيطاليا وأسس الرهبنة الفرنسيسكانية واللي منها كمان انبثقت حراسة الأراضي المقدسة اللي إلهم 800 سنة بيخدموا هون في الأراضي المقدسة. هالقديس الكبير اليوم بهذا العيد بنطلب شفاعته اللي عاش فعلا الإنجيل لدرجة بسموه فارس الكمال الإنجيلي، ولما نال السمات كان أقرب ما يمكن إلى الرب يسوع المسيح. نطلب شفاعته حتى ربنا يعطي هالأراضينا السلام ويبعد عنا الأمراض ويجعلنا أقرب إلى الرب وأداة سلام كما هو كان يصلي: يا رب استعملني لسلامك. أمين. ففي هذا اليوم يؤكد لنا القديس فرانسيس الأسيزي بأن قلب يسوع المسيح ينبض في قلب الكنيسة وفي قلوبنا جميعا. للنرسات مارلين الحدوى من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.